السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن فوائد المية. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن الآية بنستنبط ان كل شيء في الكون بالكامل يحيا بالمية، فبدون مية مفيش حياة. تعالوا نبص هنلاقي ان تكوين الارض، هنلاقي 71% من الارض هي عبارة عن مياه، تشمل طبعا المحيطات والمياه العذبة والمياه الجليد والآبار والمستنقعات، كل دي نسب من ضمن 71%، و29% فقط منها اليابسة. يبقى اذا دليل على ان المية شيء اساسي ومهم. مفيش زراعات بتتم، اي نبتة اي حاجة من الزراعات الا بالمية. الصناعة الحديثة اللي موجودة بتستعمل فيها المية بشكل اساسي. يبقى اذا المية شيء اساسي يحيا به الانسان. وقديما كان الانسان بيسافر عبر السفن في المياه او المحيطات، فبالتالي كان بينتقل عن طريق المياه، فالمياه هي تحيا بها الحياة بالكامل. بالنسبة للانسان محتاج المية بشكل اساسي جدا لحياته، لان الانسان يا جماعة بالنسبة لو امتنع عن شرب المية من مدة يعني من 3 أو 4 أيام إلى أقصى حد أسبوع بتنتهي حياته تماما. بعض العلماء قالوا إن المدة ممكن تكون أقل من كده، لكن هو الموضوع بيكون على حسب المكان اللي عايش فيه. إزاي؟ يعني لو أماكن شديدة الحرارة المدة بتقل، لو أماكن متوسطة الحرارة بتكون المدة أقل بتزيد شوية، لو أماكن حر قوي المدة بتقل أكتر شوية كمان. يعني ممكن إنسان ممكن بعد يومين في مناطق شديدة الحرارة ممكن إن هو يموت فجأة بسبب عدم شرب ماء، لأن بيحصل له جفاف وأشياء بتؤدي إلى نهاية حياته بالكامل. ونقول على أقصى حد إن بعض العلماء قالوا إنسان يعيش 100 ساعة بدون مياه، بعد كده بتنتهي حياته تماما. في المقابل الطعام، ممكن إنسان يعيش بدون طعام لمدة تصل إلى 3 أسابيع، ممكن إنسان يعيش فيهم بدون أكل لكن بيشرب مية. تعالوا نبص المية فيها إعجاز عجيب جدا. المية يا جماعة سبحان الله تكونت من مادتين، المادة الأولانية اسمها الهيدروجين، المادة دي شديدة الاشتعال وتستعمل في عمليات اللحم والصهر، عمليات اللحام يعني. والمادة الثانية هي الأكسجين، واللي هو يعتبر وقود النار، اللي النار مش بتشتعل إلا بوجود الأكسجين. العنصرين الهيدروجين والأكسجين موجودين في المية. طب سبحان الله ازاي المادتين دول، مادتين للاشتعال والمية ما بتشتعلش مع المية، يعني ما بتشتعلش مع النار، يعني لو حطيت مية في النار بتطفيها ما بتشتعلش. فالعنصرين دول بيقولوا العلماء ان هم حصل لهم عملية دمج فيما بينهما، فاحترق بالمسألة ديت واصبحوا عاليين كثافة حياتهم عالية، وبالتالي ده سبب ان هم ان المية ما بتحترقش بالنار. وبعض العلماء بيقولوا ان لما يتم الجمع بين الهيدروجين والاكسجين كيماويا فانهم بيفقدهم الخاصية اللي فيهم، واللي هي H2 والO2، وعليهما بتكون بيتحولان لمادة اخرى لا تشتعل. لكن سبحان الله الشيء الاساسي والمهم في دوت ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المكون الوحيد اللي بيطفئ النار هو الميه، فبالتالي يبقى اذا الميه النار ما تاكلهاش. دي سريعا كده للمعلومه ديت حابب اقدمها لحضراتكم. لكن بالنسبه للميه وشربها الانسان بيستفاد منها ايه؟ الانسان بيستفاد من شرب الميه ان هو شرب الميه بيعمل على تقليل الوزن الزايد، بالتالي في بعض الاشخاص بيعتمدوا على المياه كرجيم فبيسموه رجيم المياه، وبالتالي بيحصلهم بالرجيم دوت على خساره الوزن بمفرده، يعني باستخدام المياه فقط. في شرب المياه بيحد من الصداع والصداع النصفي، كمان بيحفز من عمل الجهاز الهضمي للقيام بعمله، وبيحسن من عمليه الهضم وبيحد من مشكله الامساك. شرب المياه يا جماعه بيمنع رائحه الفم الكريهه، بالتالي قد تلاحظ عند الاستيقاظ من النوم هتلاقي رائحة الفم قد تبدو أنها كريهة نوعا ما، أو في نهار الصيام نفس المسألة.
وبالتالي عند الإفطار أو شرب الإنسان المية بعد الاستيقاظ من النوم على ريق بتلاقي إن رائحة الفم بدأت تتغير، فبالتالي إن شرب المية بيعالج مشكلة رائحة الفم الكريهة. كمان بيفيد البشرة وبيديلها الحيوية والنضارة ويعالج حب الشباب وبيحد من علامات الشيخوخة المبكرة زي التجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة بالبشرة، وبالتالي كمان شرب المية طارد للسموم وبيعمل على تنظيم حرارة جسم الإنسان ومفيد جدا في تحسين المزاج بشكل عام، لأن الإنسان لما بيحصل له الجفاف اللي بيكون ناتج عن إصابة الإنسان بالعطش فبيحصل إن الإنسان بيحصل له بعض تعكير المزاج وفقدان القدرة على التركيز نتيجة لتأثير الجفاف على الدماغ. فطبعا ممكن تكون حضراتكم بتلاحظوها، الإنسان لما بيحس بالعطش نوعا ما بيبدأ تركيزه يكون غير متزن قليلا، فبالتالي لما بيحصل على كمية وفيرة من المية بيرجع الاتزان إلى موضعه. أما بالنسبة للكمية المصابة بها من شرب المية يوميا هي 3 لتر من المية كل يوم، هي الكمية النص بها أو ما يعادل من 8 إلى 10 كوبايات من المية كل يوم، كافية جدا للحصول على الطاقة والفايدة من المية. إن شاء الله يا جماعة أنا بنصح الجميع إن هو ما يقلش كمية المياه المستخدمة يوميا من المية عن من 8 إلى 10 أكواب من المية يوميا، ده إضافة لتناول الفواكه اللي تحتوي على المية علشان ياخد المية، من ناحية تانية برضه من الفاكهة زي أكل البطيخ في سائل المية بنسبة وفيرة، وأكل البرتقال واليوسفي وكل الفواكه اللي فيها نسبة المية عالية علشان طبعا تفيد الشخص وتفيد الإنسان بشكل أكبر. أنا آسفين على الإطالة، لكن نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالمعلومة. لو عجبكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، لو حابين نفيد غيركم يا ريت شير علشان طبعا تفيدوا الجميع بالمعلومة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.